وعلم الحجاج بخبر وفاة الإمام محمد بن علي بن عبد الله العباسي إمام الدعوة العباسية ووالد الخلفاء العباسيين أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور. أوصى إليه أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية العلوي بالإمامة، ودفع إليه كتبه وقال له إن هذا الأمر في ولدك. فابتدأت به دعوة بني العباس ولقبوه بالإمام وكتبوه سرا، فقوي أمره وانتشرت دعوته بخراسان. كان من أجمل الناس وأمدهم قامة وأكثرهم علما بالحديث، روى عن أبيه وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز. توفي عن عمر الناس 60 عاما، وقبيل وفاته أوصى بالأمر لابنه إبراهيم.